عالم فكري. تعجبني بالوناتك يا لين. وأنا أيضاً. تريد أن تطير بعيداً في السماء. أعرف هذا، لذا علي أن أمسك الخيط بقوة كبيرة. تفضلي يا لين. أشكرك يا بينون. 27، 28، 29. ما هذا الذي على الكرة يا كرز؟ إنها خريطة كوكب الأرض، لكني لا أعرف الأماكن المرسومة علي. لا تقلق يا كرز، لحسن الحظ أنا حرباء كثيرة الأصفار. دعني أرى، هذا المكان المغطى بالثلج في الأعلى يسمى القطب الشمالي. حقاً؟ هو أثق أنه بارد. هذا المكان الكبير يدعى أفريقيا وهو حار للغاية. أجل أجل، أنا سافرت كثيراً أيضاً. حقاً؟ إلى أين ذهبت؟ هنا. أوه، الصحراء الكبرى. وهنا القطب الجنوبي. نعم، مرات كثيرة. أحب هذا التل، لكن ليتني أستطيع السفر، لأن جذوري ثابتة في التربة. لن أسافر أبداً. حسناً، لا بأس. أوه، كل هذا الحديث عن السفر أثار حماستي. أريد أن أذهب في مغامرة جديدة. أوه، نعم، وأنا أيضاً. يا إلهي. لقد أوحى لي هذا بفكرة. البوصلة جاهزة، التلسكوب جاهز، الشطائر ها جاهزة. هذه البالونات سترتفع بكما عالياً في السماء. وهذا البدال سيساعدكما في اختيار الوجهة التي تريدانها. يسار، يمين، أعلى، أسفل. شكراً للجميع، انطلقنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أخيراً سأرى العالم مجدداً. المحطة الأولى أسبانيا. لا لا، أريد الذهاب إلى مصر لأرى الأهرامات. ها هما ذهبا بعيدا مسافرين. حسنا، اتفقنا إذن أخيرا. سوف نذهب الآن لنرى سور الصين العظيم. موافقة، علينا الاتجاه إلى الشرق. ماذا تفعلين؟ الشرق من هذا الاتجاه. ها، الطيور لديها حس غريزي بالاتجاهات. وأنا لدي بوصلة، انظري، إن ذراعها يشير إلى الشرق. أوه، فقدنا البوصلة. تفضل يا فكري، بطاقة سفر حول العالم لأجلك. حقاً؟ لكن كيف؟ أنت الآن في أفريقيا. أفريقيا قارة كبيرة المساحة، الكثير من الحيوانات الرائعة تعيش هناك، الزرافة الطويلة والفيل الضخم وكذلك القرود. لذيذة. توجد أدغال وصحاري في أفريقيا وموسيقى رائعة، فلنرقص على الطبول الأفريقية. روزي، إن هذا رائع، وكأنني في أفريقيا بالفعل. فلنعترف، لقد تهنا. ومن تسبب في هذا ها؟ نحتاج فقط إلى النزول والسؤال عن الاتجاهات. قد نكون في أي مكان. انتظر، إني أسمع طبولاً. وأنا أرى قرداً. آخر مرة زرت فيها أفريقيا كانت الرحلة أطول بكثير. هذا معناه أن رأيي كان صحيحاً، لسنا في حاجة إلى بوصلتك. أسرع إلى أعلى، لم أعد أريد البقاء هنا. هذا رائع، وها هو ملك الغابة الأسد. هذا مدهش. الآن تدخل
تدفأ جيداً يا فكري. محطتنا التالية المحيط المتجمد حيث القطب الشمالي. السكان الذين يعيشون هناك يبنون منازلهم من الجليد أحياناً. مرحباً. الطقس بارد في الخارج لكنه دافئ في بيتي الثلجي. واه، يصطادون الأسماك من حفر في الجليد. هاي سمكة للغداء. لم أتخيل هذا، لكن يجب أن تحترس من الدببة القطبية، فهم أيضا يبحثون عن غذائهم. احترس، إنه وراءك. أين اختفت الشطائر؟ آسفة، السفر يشعرني بالجوع. وأنا أيضا جائع جدا. علينا أن نجد شيئا نأكله في الأسفل. جليد، يا للروعة، إنه القطب الشمالي. دب قطبي، فلنطر بعيدا. المحطة التالية أستراليا. هذه الآلة الموسيقية تسمى مزمار أسترالي. أحب صوتها، تحتاج الكثير من القوة لعزفها. أستراليا موطن حيوانات الكنغر، يتقافزون في كل مكان ويحملون أولادهم الصغار في جيوب خاصة. وهناك أيضاً تم اختراع لعبة عصا الصيد، حين ترميها تعود إليك. أوه رائع! مذهل يا روزي، لم أرى شيئاً كهذا أبداً. عصا صيد استرالية؟ نحن فوق استراليا. أظن أن علينا الهبوط سريعاً لنتأكد من الأمر. نلت كفايتي، أنا لا أحب السفر. لكننا لم نهبط في مكان بعد. أريد العودة إلى بلدي فحسب. أظن أنني في غاية الجوع. هيا بنا. هذا رائع. شكراً لكم جميعاً على هذا. لقد سافرت بالفعل إلى جميع أنحاء العالم دون أن أغادر مكاني. وكذلك فعلت بلبلة. ستشجعينني أليس كذلك؟ حتى النهاية يا رومبا، أنا متأكدة أنك ستفوز، فأقدامك خلقت للقفز. قف على الخط، استعداد، انطلق. هيا أسرع يا رومبا، يمكنك الفوز. وبينما هما في المنحنى، كرز في المقدمة. هيا يا كرز، اقفز يا رومبا، اقفز. الآن رومبا يتقدم. بل كرز، بل رومبا. أسرع يا رومبا. هيا هيا يا رومبا، استمر في القفز. فاز رومبا بخطوة واحدة. مرحى، أحسنت. أحسنت يا رومبا. روزي، الإفطار جاهز. إنه إفطار خاص لشكرك على مساعدتي في الفوز بالسباق. شكراً يا رومبا. روزي، صوتك إنه ضعيف للغاية. بالفعل يبدو صوتي غريباً يا رومبا. يبدو غريباً جداً، لابد أن نعالجك. فكري سيساعدنا في ذلك.
لقد أتعبت نفسك بالتهليل والكلام بالأمس يا روزي، سيعود صوتك قريباً، عليك أن تبقي في المنزل وتتدفئي ولا تتكلمي. لكن لدي الكثير من المهام. فقدت صوتك لأنك كنت تساعدينني، والآن حان دوري لكي أساعدك. سأتحدث بدلاً منك حتى يعود صوتك مجدداً. أساعد بينون في التمرن على لحنه الجديد. أساعد كرز على تركيب أجزاء طائرته، وأساعد لين على تصفيف ريش بلبلة. فلتبقي هنا فقط وترتاحي، وسأقوم بكل شيء تماماً كما كنت تفعلين. أراك لاحقاً يا روزي. مسكينة روزي فقدت صوتها. من حسن حظي أنك ستساعدني. في العادة أنا أعزف اللحن وروزي تستمع وتخبرني رأيها في النهاية. هذا اللحن يحتاج إلى صوت المزمار. أبطئ قليلاً يا رومبا. لم أتصور أن تمرينك على اللحن سيكون ممتعاً هكذا، فلنعزف مجدداً. ربما لاحقاً يا رومبا. هل تظن أنني أستطيع زيارة روزي؟ سأعد لها مشروب العسل، فهو مفيد في مثل حالتها. تأكد من إخبارها أنني ساعدتك في التمرين. تمرين بينون انتهى، علي أن أذهب للقاء كرز. بينون، كيف كان رومبا؟ رومبا كان شديد السرعة في مساعدته لي في اللحن. أحضرت لك مشروب ليمون بالعسل، سأعود كي أعزف لحني لك فيما بعد حين أصلح الأوتار. مرحباً، أيعرف أحدكما علاجاً للحزوقة؟ الوقوف على قدم واحدة والعد حتى 100. شكراً يا بينون. لطيفاً منك أن تساعد روزي، سيدفئ هذا حلق روزي إلى أن يعود لها صوتها. فكرة رائعة يا لين. حسناً يا رومبا، من أين نبدأ؟ دع هذا الشيء الأزرق فوق تلك القطعة الصفراء. الشيء الأزرق فوق القطعة الصفراء. القطعة الحمراء على القطعة الصفراء. أرجو أن يكون هذا صحيحاً. الحمراء على الصفراء. أشكرك يا رومبا. فلترقدي وترتاحي وسوف تتحسنين يا روزي. سمعت أنك فقدت صوتك يا روزي. من الذي سيساعد لين في تصفيف ريشي إن لم تساعديها؟ لا تقلقي يا بلبلة، رومبا سوف يساعدنا. رومبا؟ لتصفيف ريشي؟ هل أنت متأكدة؟ فكري يقول إن روزي يجب أن ترتاح. لماذا لا نبحث عن بعض صور التصفيفات لتكون لدينا أفكار قبل أن يصل رومبا؟ الجميع يتدبرون أمرهم بدوني. أمتأكد أننا ركبناها بشكل صحيح؟ إذن فلنشغلها. كرز، وها هي تطير. لقد كنت أمسك الرسمة بالمقلوب. إنها تطير إلى الخلف. طائرتي وقعت. بهذا التركيب الخاطئ لن تطير جيداً. روزي فقدت صوتها، لذا رومبا هو من ساعدني. لكن انظر، لقد تحطمت. رومبا يحاول فعل ما في وسعه، وهو يبذل أقصى جهده. هل الطائرة بخير يا كرز؟ أجل، مجرد خدش. لابد أن الريح تغير وجهتها. إذن لم تسقط بسبب خطأ مني. يجب أن أساعد في تصفيف ريش بلبلة. الوداع يا كرز. الوداع. من الأفضل أن يعود صوت روزي إليها سريعا. لقد جاءتني فكرة. أراك لاحقاً يا فكري. أمستعدة لسماع لحني الجديد؟ مرحباً يا بينون. لا يمكنك أن تمنعني، فأنا بلبلة، تذكري أن روزي مريضة الآن. رومبا، لقد عدت. لقد أحسنت مساعدتي للغاية. أعتقد أنه يجب علينا جميعاً أن نشكر رومبا. حسناً، أنا أشكره على هذا؟ استخدام بقرات الشعر لم يكن فكرة جيدة. يا روزي، أنت ساعدتيني كثيراً في سباق القفز، وأردت أن أرد لك هذا الجميل. أعتذر لكم جميعاً. رومبا، عد إلى هنا. لا يستطيع سماعي. روزي، إلى أين ستذهبين؟ سأبحث عن رومبا.
رومبا، هل تعرف أي علاج لإيقاف الحازوقة؟ تقف على قدم واحدة وتعد حتى الماء. لم يفلح هذا. رومبا! ما هذا الصوت؟ روزي، لقد عاد إليك صوتك. أليس هذا رائعاً؟ ما الأمر يا رومبا؟ أعتذر لأنني أخطأت في فعل كل شيء. أنت لم تخطئ فعل أي شيء، قدمت المساعدة للجميع ولكن بطريقتك الخاصة. الحزوقة لقد توقفت. هذا صحيح، لم أصب بالحزوقة منذ أن أفزعتنا روزي. بالطبع، فالصدمة هي أفضل علاج للحزوقة. هذا رومبا بضربة قدم صاروخية. كرز مشهور بضربات الرأس البارعة. هيا مجددا. يا جذع يا العجوز. آسف فكري. هذا ليس مضحكا. لا أضحك عليك، إنه كرز. انظر إلى ظله يا فكري، لديه رأسان. هذا لا شيء، انظر إلى هذا. كوكوكوكو. عذرا بينون. لا بأس. ما هذه؟ دمى ورقية، صنعتها مفاجأة لروزي. أترى؟ هذه أنا وهذه روزي يدا بيد. سوف تعجبها كثيرا. أتمنى ذلك، علي تعليقها قبل أن تترك بيت اللعب. وداعا. حصان. المزيد. هذه من أجلك أرنب. هذا لا يشبهني. بل يشبه. أهلا يا حبات البلوط، انظروا إلى هذا. لا 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 لا. كيف لا تقافز. حسنا، هذا رائع جدا يا كرز. أنا مشهور بضربات الرأس وبألعاب الظل أيضا. والآن طائر. يجب أن يبدو المنقار هكذا. منقاري أجمل بكثير، شكله متميز. أما جناحاي فهم. سأريك جناحاي. مرحبا بكم كرز. ماذا تفعل؟ يصنع أشكالا بالظلال. فاتتك رؤيتها يا روزي. اصنع لي شكلا أرجو. أنا محبوب للغاية اليوم. حسنا، تعالوا في الظهيرة وسأقدم عرضا متميزا لكم. مرحبا لي. أهلا روزي، هل رأيت مفاجأة هذا الصباح يا ترى؟ أجل، كرز سيقدم عرضاً للظلال على تل فكري. صحيح؟ هل من مفاجآت أخرى؟ أجل، أنا وأنت سنعد عصير التوت والكعكة لكل من سيحضر العرض. حسناً. ماذا بك؟ تحبين صنع الأشياء لأجل الآخرين. نعم، أعرف. هل أنت بخير يا لين؟ أنا بخير. فلنبدأ على الفور. أسرعوا يا رفاق، أسرعوا وإلا سيفوتكم العرض الأكبر والأكثر إبهاراً في العالم. لقد جئنا. أنا هنا، يمكنك أن تبدأ. مستعدون.
لعرض مذهل لم يتكرر. الشكل الذي تصنعه؟ اصمتي يا بطة، فهو لم يبدأ بعد. هل كل شيء على ما يرام؟ لا فائدة، لا أستطيع التركيز. لماذا؟ بسبب فكري، يهز أوراقه ويشتتني. سأبحث عن مكان آخر. لكن سأهزها بشكل أهدأ، هذا وعد. كرز، حسناً، هذا المكان مناسب. مستعدون؟ أجل! هيا! كلا، هذا لا ينفع. لا أجد المكان المناسب. انتظروني هنا. كرز، ماذا بك؟ لا أستطيع تقديم عرضي. في الصباح كنت أصنع ظلالاً كبيرة، والآن انظري، فقدت ظلالي. أنا ليس لي ظل أيضاً. هذا لأن الشمس اختبأت وراء السحب ليس أكثر. الظلال تظهر فقط حين تسطع الشمس. إن لم أقدم العرض فسيسخرون مني. حسناً، ربما هناك شيء آخر يمكننا فعله. مثل ماذا؟ نبعد السحاب؟ عليك التفكير في شيء بسرعة، فالجميع في انتظار العرض. الضوء؟ جيد. أصابع؟ جيد. طيور؟ هيا كلاكما. جيد. ومعنا الدمى الورقية، فليبدأ العرض. مساعدتك لي يا روزي. لم أكن لأفعل لولا لين. انظروا جميعاً، أفعل هذا، أترون؟